أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيكم في حلقة جديدة. ويلكم باك تو السلسلة، أتمنى السلسلة تكون عيبتنكم وتكونوا مستمتعين فيها لين اليوم. أول ما ينا في خروف موت. إنزين، سويت شوي إداريات، أنا هني أعمال إدارية بالأحرى، حطيت لمت على الشغلات اللي ولا حد أعلى كم يقدرون. هذا بلا مريض، هذا ما عنده أخلاقيات. الحين اللي نبغى نسويه، بدأ أسوي عربات. ليش عربات؟ شيء مهم. فحطيت لمت على الجلد، ان الجلد اكثر من 10 ما يستوي، بس للحين الوضع مش ناجح. وباهدم هالاثنين يا البرق، حسيت بيضربني، حسيت بيضربني وياكلني اكل. انزين، وحطيت هذين للهدم، وهذا بدا ينبني، بدا الجلد عندي شوي في الانتاج. هذا واحد من الاسباب اللي خليت لمت على شو، على الجلد الجاف. اظني بعد بنقص الجلد، صدقون جاف، خلوه 5 بس على اساس ينتجون لي، ولا بالاحرى اللي هي السكن. السكن وجلد انواع، الليذر هو نوع ثاني من الجلد. فالحين اللي انا ابغى اسويه اوفر سترو. شو المشكله؟ راحت هالبيت الجديد طبعا يشل عدد ناس اكثر، هو 5 يشل، بس صيانته اغلى، صيانته اغلى اغلى، يعني مصيبه صيانته. في عندي شغلات هدمت، نقص موارد لبعض امور، في شغلات لازم يشلونها بس ما حد للاسف قاعد يشلها. خلنا نسوي لهم ريسايكل. الموسم يروح، تريدر هاز ارايفد. هذا ابا سترو، قد ما عندك سترو عطني. تسعى الفاليو ماله، شو عندك بق؟ ما با حاليا انا هذا اللي فعلا فعلا ما يبغى، هذا ما يبغى ولا واحد من هاي، هذا يبغى نايس. اعطيه 2 خشب، نبغى الاسترو اللي عنده كله على اساس نقدر نسوي صيانه ونوفر اكل. طبعا هني بيوفر لنا شوي استرو هالسوالف، لان ابغى اطلع المزارع برا المدينه. خلاص بتكون الحيوانات ولا الاسطبلات حق الحيوانات برا المدينه، ما تكون داخل المدينه، لان بنحتاج مساحه داخل. ابغى اخليه مكان مضغوط، هاي اللي بعد في المستقبل بعد بيطلعون، بس الحين شوي ها للحين صامدين معي. الشيء اللي ما عندي اياه الحين لازم اجيبه هو الكتل. هو البقر يتم يموت، ما اعرف ليش، فما بعبر وايد راسي معه، خله اذا مات تاخر حبه بخليه، بخلي الخرفان عندي. الخرفان مع الوقت كانت توفر لي صراحه اكثر، يوم كانوا بروحهم موجودين ما كان عندي المشاكل اللي الحين عندي. حتى الدونكيز، ترى الدونكيز فعليا يا احاول اجتل فيهم شوي شوي، انقص من اعدادهم، بس ما قاعد ينقص من اعدادهم. واذبحوا هذا بعد في دربكم. منزل ما يقدر وايد يواكب، ولا مش انه يواكب، سبحان، في شغلات من تزيد تزيد، والدونكيز قاعد يزيدون. اللي انا محتاج انه على اساس اني استفيد منهم عربات، وللحين ما عندي عربات، ومحتاج على اساس اني انتج العربات محتاج جلود، فانا جالس اذبحهم نوعا ما لسبب معين. ليش؟ لان لو اشوف الموارد اللي عندي، تعالوا خلكم مركزين معي، كم عندي انا؟ عندي خرفان وايد، عندي دوجز بخليهم، بحتاج الدوجز، في عندي ماتوا كميه لانهم في الشتاء الماضي. انا خليتهم شوي يشتغلون على المزارع ونهيت الجدار. فاللي صار انه اليوم نعطيهم مهمه كبيره نفس الجدار، انتبهوا اعطيهم اياه حبه حبه، لان كل الشعب اول شيء شلوا الجدار كامل حبه 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 حبه، طول وايد، يمكن موسمين، يمكن كم شتمر علي، يمكن 2، ادري ما في مساحه، انا منقص المساحه على القصد على اساس تذبحون ويستوي عندنا شويه جلود. ايوه، من النبه هاي يتحولون للذرز على اساس نبدا نسوي عربات، لانهم اظني اظن لو سوينا عربات، العرب تشل كم؟ قلنا 8 ولا اوب هجوم، كل شوي هالهجوم بعد ينكبني، عرفتوا؟ خلهم يوصلون قريب، ردد العالم داخل، خلنا نسكر البيبان على اساس ما اح اح قو هايل. اوكي فزنا، في حد برع؟ هاتوا، ما في حد برع، نايس. انزين بخلنا ابني برج برجين مكانه، لان الابراج الصراحه ياسو يسوي شغل فنون، شغل عجيب ديفنسيف. بخلي برجين جنب بعض، ديفنسيف ثاني، مشكله كل شيء له تكاليف صيانه، ما في شيء ببلاش، بس ما عليه. هاي اللي هم خط الدفاع الاول مالي لازم يكونوا ممتازين. انزين، فالاداره الحين ايش تسوي؟ هاي شوي شوي تم يشلون يحطون لين يتعبون. فالحين اللي نبغى نسوي ان ننتج جلود وننتج عربات. العربات على ما اذكر شفت مال التريدر يشل 8، اذا هذا نفس التريدر يقعد يشل لي نفس الكميه بيكون ممتاز، بيكون اكثر من ممتاز، لان الصراحه يعني
بيسوي لي وايد شغل، وايد شغل. الناس اذا بتشل بدل القطعه ثمانيه، يعني الانسان الواحد كم يشل؟ لحظه، الواحد يشل كم بيشل؟ كم بيقدر يشل؟ عنده تو ستورج سلوت، ثمانيه يعني يقدر يسوي اربع اضعاف الشغل. انت ماين اكزوستد برايه الحين، مو مشكله. ورك لود تو هاي، شوفوا الورك لود هاي تخليهم يتعبون، ما عندهم وقت صح، وعندهم موضوع العباده هاي اللي الحين نحن شغالين عليه. فالحين اذا انا اقدر بالطريقه هاي اني انا انتج جلود، شوفوا هذا يتحول لليذر بدل روسكن. خلنا نذبح شوي شغلات زياده. لحظه، عندنا خرفان نحن وايد صح، نحن ما نباك انت، مو مشكله، ما نباك انت. انا اسف، لكن انا والله اول شيء محتاج مساحه، وثاني شيء محتاج جلود، ولازم اذبحهم شوي على اساس انه يكون عندي ليذر بما فيه الكفايه. اخذنا واحد نحن من عند الحينه، بس الحين بيبدون يذبحون في هايل شوي. حمير عندي وايد صح، الحمير خلهم، عندي ستة. الحين بحاول اني اسوي ست عربات. بايسون اتاك وينه؟ مات، نايس. هذا يوفرنا شوي سكن، حلو، وايد حلو، وايد زين. يوم انه ذبحوه وايد زين، بنرتاح وايد، لانه ما عندي بعد تانن الحين بعد وايد ترى. بس الحين المفروض قاعد يجمعون تانن، اللي هو مش هذا تانن، له علامة مميزة يا جماعة. تانن كنا حطيناه بعيد شوي، اللي هو هذا، ما اعرف وين علامته، بس ما اعرف، بنحط ايداد. طاف سبام قاعد ادق شي سبام، بس على اساس انه يجمعون، انه لو جمعوا لي هاي التانن الحين على الموسم معناه راح يكون عندي جلود. شوفوا جلد واحد توفر، اذا جلود توفرت لو عربة واحدة انا اتصور انها بتسوي لي فرق، لو عربة واحدة. ليش؟ لان معناه في واحد قاعد يشل اضعاف الكمية اللي يشلها في العادة. شوفوا استوى عندي سكنس الحين، كلهم بيتحولون للذرس. اتمنى يبون هني ما يستهبلون علي ويدون مكان ثاني، لان عادي يبون حق الحصاهم، مع اني اعطنا اولويه. شوف الحصه هاي ما يبو، اهم شيء شوفوا يبو هني، حطوا حبه جلد هني على اساس يقدرون يسحبونه زين. وانا اعطنا اولويه حق هذا، وانا اعطي الاولويه حق هذا، شوفوا شو يسوون فيه. والله انهم يذبحون الواحد مرات، عليهم حركات ما لها داعي. خلنا نشوف اذا نقدر نيبتان من مكان ثاني بعد. هاتوا هذا قريب عليكم، هاتوا هذا اوريدي حاطين. خلنا نحطيه هني بعد، بنحطيه هني، وهني اوريدي حاطين صح. هني اصلا ما في هذا شير نحن زارعينه، المفروض الحين يكون اوكي. في حيوانات تمشي، والله ما صيدهم، في حيوانات انقرضت وما صدناها، يعني شغلانه شوي. بس التانن تو كان عند التريدر والله، وما شليته تعرفون. الحين ندمان اني ما شليته، لانه ما قاعد يجيبون تانن حقي الحين، لان الحين اذا سويت ابغى اسوي العربة، ابغى اسوي هاي العربة، انا ابغى اسويها، لازم اسوي العربة هاي بصراحة لازم اسوي العربة هاي، لان العربة وايد مهمة. لحظة، عندنا بوينتس، خلنا نسوي معدات اشوف بيسوون معدات هني، بيسوون اذا حصلوا برأي. خليه يسوي، اذا قدر يسوي شيء حلال عليه، يعطي العافيه. انزين تريدر، عندك تانن؟ ما عنده تانن. ناخذ هذا، خلنا ناخذ هذا كوبر اور كوبر، جاهز 122، ان شاء الله يكون عنده شيء يعطيه. 1 2 3 4 5 2. اوكي نايس، شلينا منه سامان حلو هالمره. تريدر كان عنده، شوف ما كثر السامان، نايس. هذا بيوفر عليه تعب وايد. مشكلة التانن بعد ما يقدر يجمعون الحين، هاي مشكلة. شو عندي مشكلة؟ اوكي، عندي سترو، عندي كل شيء. سترو هو من اهم الشغلات، لان سترو دائما ينقصني. والله لازم نذبح الخرفان، عندنا وايد خرفان اكثر من لازم. هذا كلب ما نبغى نذبحه. وين صار الخرفان؟ وين يتمشون؟ هناك اظني عند الجبال، والله ما حصلتهم. معقولة؟ شوفوا ايش كثر اغراض عندي، ما يقدرون يشلونها من كثرها. الخرفان في الاسطبل الحين الشتاء. اوكي كلهم هني، خلاص اللي برا اظن بيذبحونهم. هو اصلا لو كبروا في العمر بيذبحونهم اوتوماتيك، ما عندنا مشكلة في هاي وايد. هم بيتصرفون شوي دام ان عندي سترو اللي هو الاكل. شوفوا كيف ينزل يخرب بيته. زين، دام عندي سترو وعندي ماي
وعندي هالسوالف. شو اللي اكثر شيء تعبانين منه؟ ماي ديهايدريشن. انزين خلينا نحطيلهم، احنا وايد حطينا اخر مره عارف، بس شكله بعد ما يكفي. يبالنا حطي ماي، ما في مكان حطي ماي يا جماعه. انزين حطي لهم شوي ماي، حبه ريدكشن حبتين. هني ما في مكان، ما في مكان، ما في مكان، ما في مكان، ما في مكان. بنحطي برا، بنحطي هني، ما على شيء بوابه. هني بيمشون لهني بيشلون ماي بيرجعون. الخرفان مداهم الحين بيشيبون بيعزومهم بيذبحونهم، مو مشكله. بس هالبيت ترى حلوه يعني جميل، بس مشكله صيانته غاليه و انا ما في عصيانته وايد الصراحه. انا صيانته تعور، صيانته مصيبه. انت لسه طالع اللي عقب شو بفتح، فشو بسوي؟ نقدر نسوي لهم عصاير وبيكنج وبروري، يعني على الاقل الطحين هذا بيبدون يسوونه من مواد اكل ثانيه. بس اوكي، دام نجينا الشتاء هذا بيكون موسم ممتاز حقنا. هو موسم مش ممتاز، اكثر من ممتاز. لحظه الحين التانن اللي هني ليش مروا من الشله؟ مثل سبرينج، سبرينج يكون بعد ايش اسمه صح، بعد الشتاء، فصل الربيع هي اظني بعد الشتاء، لانه يكون مطر مخلص في ماي في الارض مكان يخضر. زين الاكل رجع طبيعي، تقدرون تشوفون الاسابيع اللي قبل احنا كنا في ورطه اكل. شيء بدا في دي هايدريشن، ما اقدر اسوي شيء هذا الشيء. بس سيروا صل اخوي لو سمحتوا. ما عندي لذر، ليش ما عندي لذر؟ المفروض روس كان عندي وايد انا، يمكن استعملنا الدراي سكن ولا شيء ما اعرف، لانه ناقصني لذر واحد. الحين شو سبرينج صح؟ اوكي السبرينج معناه لازم شوفوا النكست ورك اريا كيباد، ما اقدر اعطيه اولوية. انا ما بعطيه 15، هذا بعطيه 100 مفروض يبون. زين مفروض يبون 100 مع الناس، عندنا 26 الحين نايس. اوكي ها 26 معناه مفروض يسوون لذر الحين. اذا سوون الجلود المعالجة هذا معناه ان هالعربة راح تجهز نظريا، الا اذا طبعا يستهبلون عليه وبعدهم قاعد يبون هني. ترى هاي مشكلة ثانية، لان حط اولوية بعد على هذا، لأن هذا بعد مشكلة كبيرة بروحه. إذا مستوى راح يكون عندنا مصيبة ثانية. أهم شيء أني أنا صراحة أحصل، يعني على الأقل أحصل حبة زلت حق هذا. هذا عندي واحد لذر، بليز هاتوه هني. والله ذكر هيك اللعبة اشتقت لها يوم أنا أشل السامانة أفر من مكان لمكان. هذا تريدر يانا، خلنا نشوف شو عنده تريدر. أوه عنده جلد نويس، بيحسبه غالي. لا جوت ما نبه، هذا ما نبى ما نبى ما نبى. انا كل اللي ابغى حصلته خلاص. هذا يباله حبتين تشيك بي، بعطي هذا البازيلا ايش اسمها الخضره هاي، بازيلا صح اظني، هاي هي اتوقع يمكن هاي تشيك بيز ولا شو، مش متاكد. بس اهم شيء يعني استوى الجلود عندنا، استوى معناه ها قاعد يبنونه. لحظه معناه بيحمر بيشتغل. نايس نايس، ايوه سوي لي العربي كفو عليك. والله هذا بيحل مشاكل ترى. نايس يا جماعه اشتغل. ناقصنا واحد يشيل كم حبه. شوفوا 2 4 6 8 10 12 مكان، 12 مكان. يا سلام والله ان افضل بمراحل من اللي كنت أباه. أفضل بمراحل، تعرف شو أفضل بمراحل؟ كشكل كمضمون. بس أهم شيء حد يستعمله الحين، أنا أشوف ما حد قاعد يستعمله للأسف يعني. إنزين نبغى حد يستعمله هذا، ما في طريقة. لا ليش أذبح؟ شلة 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 شلة. شوفوا لحظة لحظة، هاي شلته تعي قدام شوي، خلنا نشوفك تعي. ما بعد كليك على الباب، ما بعد الباب، ما بعد الباب، ما بعد الباب. أيوة شلته والله، والله بتشل سامون الحين وايد. نويس نويس، معناه هذا بتعبيه، هذا فل، مفروض ما ترجع البيت إلا وهذا فل. نويس هذا شو؟ هذا التريدر صح؟ مش أنا. هذا حقي بعد،
أحكي شال واحد هني قاعد ينتج؟ ظني هذا انتج لي واحد. نايس، هذا معناه. اوه شوفوا كم 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 تانا عندي. في عاصفة يا حبيبي، حبيبي كم في عاصفة يا زين. هذا معناه يقدرون يشلون وايد اكثر. يعني شوف هذا كم قاعد يشل، هي في العادة تشل حبتين بس. لحظة، هي بتشل وبتحمله هو بعد بنفس الوقت ولا شو؟ ولا هي بترتاح؟ يعني الاول كانت تشل حبتين حصى وترجع البيت، زين. الحين هذا وياها معناه بتشل وايد، بس شو اللي تستعمله؟ فلنت، صح؟ هذا معناه نحن محتاجين الحين هذا. ما اعرف اذا بحط هذا بيسوي فرق. لحظه، فلكت وين؟ لا هذا ما يبغى له شيء، خلاص اظني بروح تجوم منه. ما بعشر هذا، ابا ليمت ماله هذا 100. اعطوني 100 من هذا. وانت في عليك ليمت؟ لا انت ابا 50. 100 بعد، انت في ليمت عليك 50 50 بسوي على اساس الليمت تقسم على 2. وبيسوون الحين تولز اكثر من اول. نايس، الحين بيبدون ينتجون. عندي خشب اظني كميه زينه، مش احسن كميه في العالم، خشب مالي جيد يعني، مفروض انه يكون اوكي. بما انا بديت انا انتج هذا وبيستوي عندي جلود، اني انتج زياده، استوى عندي عربتين صح؟ استوى عندي عربتين، معناه استوى عندي 2 يشلون كميه كبيره. معناه واحد يشل عربه يروح يشتغل يخلص شغل يوم كامل بدل ما يروح ويرجع. معناه كم وقت وفرنا؟ معناه وايد وقت وفرنا. هذا شو يبا؟ اوكي، هذا حق هانتنج، حق بو، حق فيشنج، حق اوكي، حق كل شيء قاعدين ننتج. يا هذا راح يسوي لنا شغل مش طبيعي. لحظه ثانيه، انا اظني وايد لما تعطينا. لحظه نعطي 50 بس، ما في يضيعون كل وقتهم يجمعون هذا. اما انا حتى في الزراعه المفروض انا كم عربي عندي الحين؟ some people do not have light clothing. مو مشكله، بيجيبون لهم. هذا معناه اذا عندنا كل واحد يكون تقريبا عنده عربه. كم حمار عندنا؟ 5 حمير. هل معناه راح هذا من الموسم الماضي؟ عندي 2. اوه نايس. لحظه، انت تعبانه بس عندك حمار صح؟ وما تحملينه فل صح؟ وانا حق شو قاعد اصرف فلوس عليه من الصبح؟ قاعد ابهدل عمري، ما اعرف حقها شو قاعد ابهدل عمري. قاعد يبون الحصاد. شوفوا الجلد قاعد يستعملونه في هذا. شوفوا نايس، هذا اللي اكتمل بيكون شيء حلو. تعال انت شو عندك؟ عندك لذر؟ لا بس هذا انا اباه. دونكي فاليو 100، ما اعرف اذا يستاهل الدونكي لان عندي دونكيز وما قاعد استفيد منهم، بس انا اباه هالشغلات الثانية اباه، لان عندي انا من كمية طيبة 22.4. ما اباه، نبغى من هايل ممكن 77.2.7. اوكي خلى، لان استوى عندنا كميه سمان بسوي معدات فيها. الحين همي الاول اني اوفر لهم جلد. شوفوا الدرايس كان 5 اوكي، لانه ما تشوفه قاعد ينزل وايد، بس الحين الخرفان عندي ما قاعد يذبحونهم كميه كافيه. لو يذبحونهم بكميه كافيه بيكون وايد زين. الحين اللي بشوف، لحظه، هل اقدر اجيب، اقدر احصل لي قريب خرفان ها كله بعيد 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 كثير، 1000 سنة. هذا ما نبغى. اوكي تعال، هذا ابخار صح؟ لا بايسون بس صغار. خلنا نذبح هايل، خلنا نذبح القطيع كامل. يستوي. خلنا نشوف هل بيذبحونهم. والله اذا يذبحونهم زين، لان اظن عندنا معدات الحين اقوى من اول، بس ان شاء الله ما يروحون يموتون. يعني كم الكاباسيتي؟ 65. نايس عادي يذبحوهم، نبى جلودهم اصلا، نحتاج جلودهم. الحين بنسوي عربات، والعربات وايد بتخدمنا، وايد جدا 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 جدا.
الحين ها شو يباله العربة؟ قلنا يباله 4 ستيكس. ها الحين قاعد يسوي لي هاي فيشنج رود على اساس الناس تصيد، عشان نرجع لايام الصيد. الحين صيد عندنا مخلص، الحين ما قاعدين نصيد خير شر، شكل تعبان قاعد نصيد. بخليه يبون له سمك واكل، بس حلو انه يرتفع عندي الاكل مره ثانيه فوق، احس براحه شوي نفسيه، والماي زين مستوى، وهذا مستوى زين، واستوى عندي استرو. شوفوا كم استرو عندي، وايد 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 اوكي، وايد اوكي. بس الحين اللي ناقصني دونكيز، لا طبعا لا. هاي وين راحوا اللي قلت لهم؟ وين صاروا اخر الدنيا؟ المشكلة يا والله ياخذون مسافات هاي، ترى والله ياخذون مسافات طويلة، هاي المشكلة الوحيدة اللي مواجهنا. الحين اذا زادوا السكان عندي زين، لان لحظة شو دونكيز ليش ما يتكاثرون؟ عندي مشكلة انا في التركيبة. لحظة دونكيز، لا ما عندي مشكلة في التركيبة، عندي ميلز، عندي فيميلز، مفروض انهم ينتجون، المفروض، لانه ما بيوقف انتاجهم الحين. راحوا. ذبحوهم، نايس. معناه اذا ذبحوهم هذا معناه ان راح نحصل جلود وراح نحصل بلاوي صراحه، وايد 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 زين. اوه عندنا حيوانات زياده، شوفوا الحين عندنا الريدي روسكن، ثلاثة راح يستوون دراي سكن، والباقي راح يستوون لذر. بما ان لحظة قبل شوي كانوا يبون الحصى، وين وصلت؟ صدقون اظن في اثنين هني بس ما يبين، لا في واحد بس، توهم كانوا يسحبونها، خسرون الجلود. وين صاروا؟ وين صاروا اللي مخسرين الجلود وحالتهم لله وكل الموارد على شو؟ اساس انهم يبنون هذا، هم يبون، ما اعرف وين ودوه، بس اظني بيكون موجود، ما بيروح مكان، ولا راح في البناء اوريدي. ناقصنا واحد بس، اوكي اوريدي بنوا في واحد، ويتريون يجيبون واحد ثاني قاعد يسوون جلد حقه الحين، وهو اللي بيكون عندنا جلد الحين متوفر ان شاء الله، جدا متوفر، ما عندنا مشاكل. بايسون اتاك ثاني، اشوف اوريدي خلص الموضوع، قاعد يصيدون، حلو قاعد يصيدون، يبون لحم، يبون شو اسمه، يبون شغلات. وإذا حصلنا بقر في دربنا الحين بعد ما نشيل البقر، بس المشكلة الوحيدة في الاسترو، لا استرو اوكي، استرو اوكي اهم شيء، الاسترو عندي ما ينزل، لان الاسترو نزل اكل بينزل، شو اسمه بينزل، هذا بينزل، ذاك بينزل، الدنيا كلها بتنزل عندي. فالحين نقدر نسوي لنا معدات صيد ثانية ودنيا، شوف الحين بيبدأ انتاج حركات، عندنا شغلات الانتاج، عندنا كوبار، وعندنا هني كوبر اور بعد، بس اظني هذا ما قاعد ينحسب فوق ترى، ولا ينحسب، ولا يمكن لانه ما عندي مساحة تخزينية، هي اظني ما عندي مساحة تخزينية، فخلوني اسوي، لا عندي مساحة تخزينية، اظني الماي ماخذ المساحة كلها، خلوني اسوي ستورج هات هني داخل المدينة، مكان يكون طيب، مكان الاولي يتكنسل، ايه مكان الاولي يتكنسل زين، مكانه زين. وبنيب الماي، الماي بنسوي ريسورس ليمت على الووتر، كيف كان عندي هنا مال ماي، اسوي ريسورس بسوي 150% من عدد السكان، يعني بيكون مال 80-90 انه يحصلون دائما ماي. انزين في واحد مات عن عمر كبير، بس الحين اظني لو ضاع شوي استخرت شويتين، استخرت اكثر عن اول. هذا قاعد يجيبونه، اوه المعبد انبنى، المعنى معبد، يا بس كيف يسحبه بيت العوز، اوف 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 اوف، يخرف. اقول لكم بشل المت عن المي، خلاص انا اسف، انا اسف، خلي انفنت حكم علي. زين خليه يبونه، خليه يبنونه. تعرفون هذا من متى ما انبنى؟ تعرفون من متى ما انبنى؟ شوف ياخذون شفتات عليه، يبدلون يبدلون والله، يبدلون ما بينهم البين. يا سلام، سيروا يا جماعة، والله يستر ياكم، عيب عليكم. وين بيمشون؟ ما في مكان، ما في مكان، وين بيخطفون؟ اشوفهم وين بيبونه. كفو، كسرت البيت. عندي خشب، شوف عندي مشكلة، لا ما عندي مشكلة خشب، اشوف. سلام، الحين شو بيسوون هني؟ خلنا نشوف، بيبنونه
واحد اثنين ثلاث، وأظني هذا بيرفع مستوى السعادة. أحس إني ارتحت نفسيا من سويت هذا. هتعرفون متى هذا؟ أنا ما قاعد ينبني. شوفوا، تعال هني، تعال تعال، نبغى حد يشوفي، أبغى أشوف حد هني يا جماعة. هذا سبيرتشوال، هذا من متى أنا ترياه؟ تعرفون تريدر هذا؟ رايب، تعال التريدر، تعال أنت في نص المدينة. قتل وأخذ الثلاثة بس. واحد ثلاثة، كل اللي عندي هني هذا 160. لأ هذا عيل واحد. شو محتاج اليوم؟ مو محتاج شي هذا اليوم. شو السالفة؟ 165، والله حرام أخر كل اللي عندي بس عشان خاطر بقرة ولا بقرتين. خلنا ناخذ بقرتين بس، شوف شو أقدر أسوي. روث فلاور ما بوصل 400، صعب لأن هذا اللي عندي ما يسوى حاليا. حتى لو ودي هذا ما يسوى، نت ورث. خليني أنزل هذا، أجيب كتل واحد بس، برجع بشل بعض الأغراض مالي. 210، وعطني الكتل هذا، ما عندي مشكلة. الحين المشكلة إذا ما كان أنثى أو ذكر، حسب يعني يكون عندي واحد وواحد أساس إنه ينتجون. هذا الكتل، لا واحد ميل واحد فيميل. نايس، عندي الميل أولد، يعني لازم يكون ميل أولد أظني أساس يبدون إنتاج. الحين الليذر هذا والله إنه أنقذني الصراحة. كان بيستوي عندي عربات بعد، بيستوي عندي دنيا، بيستوي عندي سوالف، ببدأ تونس. يا سلام، أحس إنه خلاص الحلقة أوكي. اليوم أنتو شو فور؟ ما باكم وشي، ما يمشي بسرعة، أبغى شيء بطيء أساس ما يتلعوزون اللي عندي. هني دائما يكون في حيوانات. أشو بايسن، اذبحوا، هاتوا جلد. عنده ثلاثة أربعة أكيد، ونبا بس خلاص هني وايد بعيد. أوكي نرجع للقرية، القرية العجيبة صراحة شيء أوكي يعني. زين فتحنا 10 بوينتس، خلنا نفتح بروينج، بنصير هني برودكشن بروري. هذا بيسوي لهم عصاير، ما بخبركم عصاير شو، انتو تعرفون. زين انتو تعرفون، زين لا تقولوا انكم ما تعرفون، انتو تعرفون، انا اعرف انكم تعرفون، وانتو تعرفون اني اعرف اني انا اعرف انكم انتو تعرفون، صح؟ فخل عنكم السوالف، فخلونا ننتج اكل وننتج استرو اللي اشوف ما 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 زاد هالموسم. ليش؟ شو السالفه؟ ليش ما زاد؟ حصان عندي مات، الله يجيب العيد. انا لا 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 مش جايب العيد، في عندي استرو. اوكي في الاسترو كفل الموسم هذا، معناه اوكي في عصفه يا. كل شيء اي شيء يستوي على طول يبطل اللعبه. بس ما يونا ناس ريدرز من فتره غريبه، انا هذا اللي مستغرب منه، ما حد هجم علينا من كم من يوم. بالعاده يهجمون علينا ما يسوون سالفه. اقدر اسوي مكان حق ناس زياده، بس الصيانه وهاي الامور راح تكون مكلفه شوي. اوف، في واحد ضربته صاعقه مات مسكين، ولد واحد مكانه اظني. زين البروري شي والحق ينبني، يباله قش اربعة، ديه الاسترو يباله. اوكي يباله شوي شغلات، بس شوفوا الاوضاع قاعد تتحسن، يعني في تحسن في العيشة في الامور في هالسوالف. خلاص يعني قريب نوصل العصر الحديدي، يعني خلاص بنخلص كل التطورات العصر الحديدي ونبدأ نطور شغلات ثانية. الحين ما اقدر اطور هاي، هاي لازم العصر الحديدي اظني. ايوه هاي لهم، لان هاي التاورز وهاي عقب مش الحين، وبيكون اظني غالي شوي ان نسويهم. يمكن اتصور انه بيكون في غلا، بس هاي شغالين. اهم شيء هاي المعدات قاعد يسوونها عدل وما قاعد يسوونها عدل، ما اعرف. هذا نسكرهم من اول وجديد. اوكي هم بروحهم يسوونها صح، بس خلاص هم يعرفون شو يسوون.
بس إني أتأكد يعني 50% 50% لا، أبغى 100% من عدد population، كل حد عنده سلاح، كل حد عنده كل شيء. حاولوا توفروا لي هالشيء، إن كل حد يكون عنده سلاح، كل حد يكون عنده كل شيء. خلاص شوفوا استوى عندي عربات وجر ودنيا، قعدنا نكدهم كده الحين. بايسون أتاك وين؟ والله ذبحوه، والله مستوين قوة الربع ترى، مو بهينين، والله مستوين مو شاينين ترى. وين انت؟ وين انت اللي قلت كله ما قلت؟ وين انت؟ وين اوكي الحين بنبدا. والله استوى الموضوع طيب، عدد سكان بسيط، كل شيء بسيط، امور طيبه. ستور مالنا بنو، لا ناقصنا قش، بس قش بي الحين اخر الموسم. فلنت ماين اكزوست نقدر نسوي فلنت ماين غير، بس احنا خلاص الحين قريب نبغى حديد، يعني من يجينا حديد خلاص امورنا منتهيه. نحن بعدين هذا ظني حلنا معظم مشكلة النفسية مالهم، مش مشكلها المشكلة ان كل شيء موجود بس احس ما حد يستعمله. يعني الماي ممكن يكون موجود ما يروح الا قبل لا يموت، اماكن العبادة موجودة ما يروح الا قبل لا يودع، اماكن كل شيء موجود يروح قبل لا. فمش فاهم عليهم انا بالضبط هاي شو قاعدين يخططون الربع بكل شيء. بس والله اذا يسوي لنا كارت هذا زين. اوه فيشنج رود ما عندنا، هذا لازم نزيد، هذا لازم نزيد، بس هذا احس ما يستوي. هل تعدل نفسيتهم شوي؟ عندهم اماكن طباخ، عندهم بيوت، كل شيء، عندهم حرق خشب. يعني وين نحرق الخشب؟ هنا تشاركول بيت، هذا اللي يصرف الخشب مالنا المفروض، ان هذا اللي يسوي لنا المعادن اللي على اساس ايوه قاعدين ننتج فيها هني حقهم تولز اساس يشتغلون. وعندنا هني هذا صعب يبالا استرو واحد زياده، بس بيكون عندنا كميه زينه الحين، لان معظم المزارع كانت مزروعه هالموسم. احس انه مشكل موسم نفس الثاني. شوفوا هذا وين بيروح، خلنا نشوفه شو بيجمع. هذا خشب والله يلفلف صدقون، شو ياخذ؟ والله بس ياب ثلاث حبات الخايس. شوفوا مش دائما يستعملها، في حد اللي يحتاجه بيروح وين الدب قاعد يهجم؟ هجم على حد ذبحه. شو احمر هذا بعده، ما انا بنتوهق معه الصراحه، ما بذبح حاليا انا، ما بحد يموت عندي. زين بروري خلص، شو يحتاج هو اساس ينتج اي شيء؟ من شو بينتج؟ من القمح والماي. اوكي عندي قمح وعندي ماي، هل شوي سعادتهم تزيد ويستانسون وامورهم طيبه هذا ليش مريض يا اخي؟ سير والله، في يعني في بيوت، في كل شيء عندنا. تريدر شو عندك يا حبيبي؟ ايوه ها 300 150 نايس. ما يبى هذا، ما شو تبى؟ شو خاطرك اليوم؟ اليوم انا اسوي نعطيها الكثر 450 ترى وايد، 450 مو بشويه بيخسرني وايد. 365 60 ما تبغى هذا، خلنا نجيب 20 من هذا، هذا ما يسوى ان نتخلى عنه، هذا ما يسوى ابدا ان نتخلى عنه، ابدا ما يسوى تخلى عنه. شوفوا هذا ترى وايد بيكلفني بوينتس بصراحة يعني، وشوف انه يستاهل شوية مغامرة حقه. 38 40 55 48 حبتين. والله عنده استرو وعنده تن، بس ما اقدر، ما اقدر الحين، محتاج انا شوي. فصار عندي أرتشري، بس لحظة هل هذا في البرودكشن جديد؟ لا بيكون في شيء موجود أصلا. أيوة بعد يسوي لهم بوز وهالسوالف، مشكلة هذا بعد يستهلك دراي سكن وغيره. بس الناحية المميزة هذا قوة، الله خلنا نكنسل هذا بدل ما يستعمل دراي سكن ونسوي هذا. أوكي هلا خلنا نسوي الاثنين، بس هذا ما نبغى، نحن نبغى مكانه شو عربة.
العربة إذا اكتملت مواردها الحين، لأن العربات كل ما يزيدن أنا يعني إنتاجيتي تزيد، والحين وصل الشتاء. المهم نوصل اليوم مواصلات والنقل خلصناها اليوم. هم نشوفكم في حلقة قادمة على خير، ومشكورين على متابعة السلسلة، ومشكورين على كل اللايكات والدعم اللي موجود آخر فترة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.